على قصة إنه هل في ناس مع التطبيع في الشعوب العربية أو ما في، وأنا أقرأ في كتاب Blood and Oil ذهلت لهذه الطبقة الموجودة في المجتمع العربي اللي هي طبقة ما بتخطرش في بالنا وجودها. يعني إحنا عادة في ناس مع الحق العربي والإسلامي في العايشين في المنطقة العربية والإسلامية، وفي الآخر المعادي لهم اللي موجود في الخارج. لا، في عالم بينها، في عالم في الوسط مختلف تماما. من بين أظهرنا ومن بين أظهر هؤلاء الآخرين من على علاقة ود ومحبة وتواصل وارتباط مصالح، إشي مذهل في مجال البزنس، في مجال. وهؤلاء هم الذين يمهدون لكل ما يجري من تطبيع ومن كذا. يعني هذول عالم مختلف. يعني ممكن واحد مثلا زي ترامب، وهذا بيذكر في الكتاب عدة مواقف مذهلة. ترامب أول ما أجا قالوا إسلاموفوب، ضد العالم الإسلامي وضد الإسلاميين، ويتضح أن أقرب المقربين إليه عرب. تعامل معهم تجاريا، اشترى منهم قوارب وباعهم عقارات وسجلوا عقارات باسمه، لما بيروحوا على نيويورك بينزلوا في البناية تبعته. يعني هذه الطبقة موجودة، وهذه الطبقة لها امتدادات، لأنه لهم موظفين ولهم أصدقاء ولهم معارف. فأنا معك بأنه معظم الناس على الفطرة السليمة، لكن هناك طبقة متنفذة لا ندري حجمها تحديدا، هي ليست مع الإسلام ولا مع المسلمين. وهذه الطبقة التي وصفها الشاعر أحمد مطر في البيت الشعر الشهير: عرب ولكن لو نزعت جلودهم لوجدت أن اللب أمريكانو. فهم هذول عرب بس بالقشرة، هذول بالجلد عرب، لكن هم في اللب هذول أمريكان. لا يختلفوا عن ترامب. وبالمناسبة بعض هذه النخب العربية هي اللي بتمول اللوبيات المعادية للمسلمين في الغرب، وإحنا بنشوفهم يوميا في بريطانيا وفي أوروبا. يعني بعض اللوبيات المعادية للمسلمين ممولة للأسف من نخب عربية. فهذولا بطبيعة هؤلاء دينهم هو مصلحتهم، دينهم دينارهم، دينهم مصلحتهم، وبالتالي هو وين ما في مصلحة يمشي. لكن في قضية أخرى وأنا دائما أحب أن أتحدث عنها في هذا المجال، أن هناك أناس هم يشعرون ب ما يمكن أسميه الاستلاب الثقافي أو الاستلاب للاستعمار، بمعنى هو مؤمن بتفوق الاستعمار، هو مؤمن بتفوق الآخر. يعني مش بس بنادي، احنا كلياتنا احنا بنادي بالحوار بين الحضارات وبين الناس وبين يعني الاستفادة من الآخرين، لكن في عندنا ناس بالذات بعض ما يسمون أنفسهم ليبراليين وهم ليسوا ليبراليين، لديهم يعني إيمان بتفوق الآخرين علينا، ولذلك تلاقيهم يشتمون العرب، أو إذا كانوا مؤدبين يسيئون للعرب والمسلمين دون يعني دون شتم. يعني مثلا قبل أيام أحد الكتاب كتب إنه ليش المسلمين والعرب هم أقل ناس بيحصلوا على نوبل، وليش الديانة الفلانية بتعتبوا. هذا كلام يعني هذا كلام مهمين اللي برشح لنوبل، لا غير هيك، هذا كلام عنصري، هذا أولاً كلام عنصري. لا يوجد هذا كلام شخص دكتور متفوق لأنه مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا أمريكي، في شخص مبدع لأن هناك توفرت له الظروف، توفرت له حتى ترشيحات نوبل مسيسة. لا غير كمان مثلا الاختراعات، إنه والله هذا اللي كتب هذا الكلام وأنا عارفه وأنت عارفه بدون أن نذكر، هو أخذ الشهادة تبعته أكيد بالشرية، هو مش غير إنه أخذ الشهادة. أنت تطلع كل طرحه يدل على شيء واحد، وهو إنه هو يعني مدام ما ذكرناش اسمه خلينا نوصفه، شخص غبي غبي. هو نفسه كاتب امبارح بكتب لك بأنه القيادة الفلسطينية معزولة في جامعة الدول العربية. مش معزولة، لأن أنتوا قاعدين بتدفعوا فلوس اشتريتوا الجامعة العربية، أنتوا الفاسدين مش القيادة الفلسطينية. هذا فسادها ما وصلت فسادكم. المجموعة اللي أنت وصفتها هذه موجودة صحيح، لكن الأخطر منها الذين يتكلمون لغتنا
وفي الظاهر ينتمون إلى ملتنا، ولكنهم أصبحوا جزءا من الآخر. أي طبعا. هم ما عادوا لدينا. وهذه الأمثلة في الكتاب، كل الناس اللي تعاملوا مع ترامب وسبحوا بحمد ترامب، والناس الذي سارعوا إلى التطبيع، كلهم من هذه النوعية على فكرة. هم مش ما عادوش تبعونا. يعني هم أصبحوا جزءا من المنظومة الأخرى. هو يعتقد بأنه بأن مفتاح البوابة له للدخول إلى العالم المتطور والمتقدم هو أن يتحول، أن ينتزع، أن ينزع نفسه من جلده. وهذا موجود على فكرة حتى في يعني داخل المجتمعات نفسها. يعني مثلا بتلاقي في بعض المجتمعات الغربية حتى الديمقراطية، لما يكون في أقلية منتهكة حقوقها وتعاني من الاضطهاد وفي ضدها عنصرية، بعض أبناء هذه الأقليات يصبح هو يعتقد بأنه لن يتقدم إلا إذا أصبح من الطرف الآخر القوي الأغلبية. ولذلك تجده يغير لبسه وشكله وشعره، وبده يقول يا عمي أنا مش ابن هذه الأقلية، لأنه يعتقد أنه الوصول إلى التقدم يتم عبر الآخر. أقول على عودة للكتاب، شوف الكتاب يعني أنا شوي باقي لي وبخلصه، يعني باقي لي أقل من الثلث. الحقيقة ممتع جدا قراءته، وهو أهم ما فيه، مش يعني هو المعلومات غزيرة، فيه معلومات ممتازة، لكن أهم ما فيه إنه بيعطيك كونتكست، يعني بيعطيك سياق للحدث. الأحداث، بعض الأحداث إحنا نعرفها، قرأنا عنها في الصحف، في الوول ستريت جورنال، وفي نيويورك تايمز، الواشنطن بوست، وفي القنوات المختلفة، CNN وغيره وغيراتها. لكن هو بيعطيك الكونتكست بناء على ما جمعه من معلومات مختلفة. يعني مثلا حادثة ريتز كالتون، لما محمد بن سلمان جمع كل أولاد عمومته والأثرياء وكذا، وأخذ بيذكر في الفصل الثاني من الكتاب حادثة لمحمد بن سلمان ووالده أمير الرياض، يعني لسه كان في ذلك الوقت ربما عمره 20 سنة أو أقل. اتصل باثنين من كبار رجال الأعمال في السعودية وطلب منهم سلفة. طبعا هو ذاكرهم بالاسم، الأب، لا الأب ولا الابن، لا اللي طلب الابن اللي ما عندهش منصب ولا عنده حاجة ولا إله مكان، بس لأن والده أمير الرياض، واحد اسمه عبد الرحمن الجريسي، مشهور هذا كان رئيس غرفة تجارة، واحد اسمه فهد العبيكان، تنين عندهم مجموعات تجارية كبرى، العبيكان عنده مكتبات وعنده خرطة. طلب من الجريسي ما يعادل 250,000 دولار، يعني مليون ريال، طلب منه مليون ريال، وطلب من الثاني 2 مليون ريال. يقول لك انه احتاروا هم ايش يعملوا معه، يعني طب هذا ابن لم يملك الا ان يعطيه ما طلب. فهو يعني الباك جراوند، الخلفيه لهذا الذي اصبح فيما بعد يملك قوه امنيه وقوه سياسيه وقوه ماليه، يفعل في البلاد ما يشاء، كانت نواتها موجوده لديه منذ ان كان فتى. هي طبيعة موجودة إليه. المثل الثاني اللي بيذكره ومعلومة حقيقة أنا أذهلتني، يقول إنه في 2012 محمد بن سلمان فاجأ الشيخ سلمان العودة بزيارة إلى بيته. يقول إنه سلمان العودة نفسه تفاجأ إيش جاي يعمل هذا. وقال قعد دردش معه، يدردش يمين وشمال. أهم حاجة حصلت في اللقاء إنه حكى له عن كتاب الأمير لماكيافيلي. قال له أنا معجب بماكيافيلي، هذا أحسن شخصية في التاريخ، وبيحكي له عن كتاب الأمير. هذا في 2012، يعني قبل سنتين من وفاة الملك عبد الله. 2012 أي نعم. كان بدأ يخطط أنه يصير ملك. نعم طبعا، يعني هو طبعا في معلومات مبينه سلمان ولي العهد في ذلك الحين، وهو خلاص هو وقتها ما كان ايامها نايف وسلطان اظن موجودين، لانه هم ناموا سوري ماتوا هم ورا بعض. 2014 يعني توفى نايف توفوا ورا بعض، هم بينهم سنه او شهور يمكن شهور. فميزه الكتاب انه هو بيجمع معلومات مهمه لما تكتمل بها الصورة.
وبيعطيك بيعطيك السياق لها. وانت طبعا هو مش بالضبط مش بالضروره كرونولوجيكال يعني مش بترتيب زمني الاغلب انه ترتيب زمني لكن يقدم ويؤخر حسب السياق والقصه اللي بيحكيها. متعوب عليه بحث جيد معلومات قيمه. بعرفش انت كان عندك راي ثاني يبدو في انا جايز ما حصلت المرحله اللي انت وصلتها في الكتاب يعني صفحتها كده يعني بصوره سريعه. الانطباع الاول اللي كان عندي انه الكتاب لحد كبير يعني اذا جمع مقالات القديمه اللي كانت في الوول ستريت جورنال وغيرها لكن شعرت انه متسق مع الكتابات الغربيه عن المملكه السعوديه منذ السبعينات. يعني ما شعرت انه في شيء جديد. صحيح يعني انا ما كملت الكتاب وبقراءه متعمقه يعني لكن اول انطباع جاني تذكرت كتاب صدر على اواخر السبعينات كان اسمه شيوخ النفط The Old Sheikhs فحكى في اول وفي المقدمه قصه امير من السعوديه واظن كان هو يشير الى من الامراء الكبار وقتها انه لما جاي راجع بعد اجازه هنا او عطله هنا في لندن خلى الرولز رويس للسائق وقال له خذ المفتاح يعني قال له ايش يسوي قال له خلاص الفيوز فكتب الخلاصه في سطر انه يعني هي كانت مسيئه جدا يعني انه هم they were idiots with too much money او اغبياء او بلهاء عندهم فلوس اكثر من اللازم. فجاني الاحساس انه هو لا 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 ليس لا بعدين بس المشكله الثانيه اللي كانت عندي انه الفصل اللي انا قريت فيه تشيل كان بيتكلم عن طفوله محمد بن سلمان فشعرت انه غطاها تغطيه فوقيه يعني إن الصوره الذهنيه او الصوره النمطيه الخلقه انه هو كان مو لعب العاب الفيديو والالعاب الالكترونيه ما مهتم بالدراسه مثل اخوانه من 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 يعني صلب والده يعني اللي هم مش من الجامعات وكذا لكن ما جاب تحليل ايش اللي حوله يعني انه شخص يكون اذا جاز التعبير بالدهاء والقسوه اللي يحدث التغيير اللي عمله في الخمس او ست سنوات الماضيه يعني مش عارف انه في خلل او في فجوه في التحليل في هذه المزايا اللي هي في نشاته. عشان كده مثلا لما ترجع للمقال بتاع نيويورك تايمز عن رؤيه محمد بن زايد ده بحث عن انه كيف هو حتى شيخ زايد نفسه في كلامه ولما ارسله لبحث في شرق افريقيا اظن في تنزانيا وكذا شكل شخصيته لهذه فايش العامل اللي شكل يعني دي شعرت انه كانت نقطه محوريه هي غايبه. انا اعتقد في جانب ربما اتفق معك اذا انا فهمتك صح وانه في بعض برضه ما قراتوش يعني ربما قرات اقل منك لكن قرات عنه وقرات بعض يعني ما بعض ما مقتطفات منه مقتطفات منه شعرت انه في لغه استشراقيه فيه. هو بلا شك عمل بحث جيد وعامل مقابلات مع ناس مقربين من محمد بن سلمان لكن بنفس الوقت هو هذا ربما موضوع اخر احنا كعرب مسؤولين عنه انه احنا العرب مش متاح لنا هذا الشيء. يعني انت لو بده يجي صحفي عربي او باحث عربي لا يستطيع ان يصل الى المسؤولين العرب المقربين من الامراء ويتحدث معهم بسلاسه. فهي النقطه. النقطه الثانيه شعرت انه في بعض اللمحات الاستشراقيه وفي يعني رايت في باحث حتى اظنه انجليزي يعني يا بريطانيا امريكي لا اعرف بالضبط جنسيته لكن هو من الدول عفوا الدول الغربيه نشر صفحه كامله حقيقه كلها لغه استشراقيه يعني بمعنى اللي هي انه يعني بيوصف الست دول الخليج في صفحه واحده وبشكلهم انه هاي دوله فيها صحراء ولا تقوم الا على النفط وقطر دوله ابصر شو بتعمل والبحرين يعني هكذا صورتها. شعرت فيها لغه استشراقيه وايضا بعض الناس كتبوا عن هذا أظن الشيء. اظن في عامل يجب عدم اغفاله في هذا الكتاب وهو يقوم عليه اثنين صحفيين وهم يعني عاده وطبعا هذول الصحفيين حسب ما فهمت او قرات انه هم كاينين من 15 سنه او من مده طويله
عاملين تحقيق صحفي عن محمد بن سلمان، وبعدين التحقيق عامل متعلق عند لما كان الأب أمير الرياض، بمعنى أنه هم متابعين لمسار العائلة بشكل أو بآخر. عاملين تحقيق عن محمد بن سلمان، نعم، من سنوات طويلة نشروه في وول ستريت جورنال. فالآن هم عمليا طوروا هذا التحقيق أو يعني تابعوا المسيرة بأنهم كرسوها في كتاب. لذلك أنت بدك تحط ببالك أنه هذول صحفيين، بمعنى هو يقوم بنقل الحقائق، هو بترك التحليل لصاحب للقارئ، هو بترك لك تستنتج. يعني أنت اللي بتحكي عنه أنه هو استشراق، هو لا يقول رأيه. أيوة. هو ينقل لك ماذا يقول المسؤولون الأمريكيون الذين تعرفوا على على هؤلاء. هو يعني مش معلق معلومات. يعني مثلا الذي كان على اتصال مع محمد بن نايف، كيف يصف محمد بن نايف؟ الذي أصبح على اتصال مع محمد بن سلمان، كيف يصف محمد بن سلمان؟ فهو مهمة الصحفي المحقق هو أن ينقل لك انطباعات هؤلاء الناس. بالضبط. ولا يعني هم بيحط رأيه بشكل مباشر، يقحم انطباعاته هو. لا بس هو في هاي أنا واجهتها لما كنت أقرأ في أثناء دراسة الماجستير في العلوم السياسية، واجهتها أثناء قراءة ما يكتب عن الشرق الأوسط سواء القديم وخصوصا الحديث. تجد بأنه الصحفي أو الباحث أخذ بنظريته، وطبعا علميا ما عليهوش مشكلة أنه والله هو نقل من الباحث الفلاني ونقل من المسؤول الفلاني، هو علميا عامل التوثيق، و لا عيب يعني، لا تستطيع أن تقول بأن هناك عيب علمي في ما عمله، ولكنه حقيقة يفتقد إلى العمق، بمعنى أنه بيجي مثلا دكتور دارس للحركات الإسلامية مثلا في مصر، كل آراءه يأخذها من صحيفة اليوم السابع ومن عمر الشوبكي ومن ضياء رشوان مثلا، لأنه يعرف عمر الشوبكي، يعرف ضياء رشوان، هذه الأسماء يعني كأمثلة، ليسوا هما المقصودان. فبالتالي هو أو المقصودين، هو الصورة لديه من باحثين هما لديهم التوجهات السياسية. يعني في ذلك الوقت كان عمر الشوبكي سياسي، وكان يعني منخرط في العمل السياسي وليس مجرد باحث، وضياء رشوان سياسي وليس مجرد باحث. بتلاقيه مثلا واحد بدرس الأردن، رؤيته للأردن من خلال 4-5 باحثين، بينما هناك باحثين هؤلاء أنا أظن كل الذين قاموا بهذه الطريقة أظن بأنهم خسروا العمق، وبعضهم لا، بس هذا ليس كذلك. لا أنا لا. وذلك ردا على السؤال اللي سأله محمد، إنه طفولة محمد بن سلمان وإيش العوامل اللي أثرت. الحقيقة هو في مجموعة من العوامل كما يشرحها، بعضها يتعلق بوالده سلمان، لأن والده عندما تزوج المرأة الثانية آثر أن يبقي أولادها من حوله، بينما أولاده من زوجته الأولى كان يرسلهم ليتعلموا في الخارج، كلهم تعلموا في أمريكا وأخذوا شهادات، فحاجة مختلفة. محمد تعلم، مش إنه ما تعلم، لكن تعلم في المملكة، تخرج من الجامعة في المملكة، وبقي ملازما لوالده. ملازمته لوالده وهو يقوم بمختلف مهامه ليس فقط كأمير للرياض، وإنما كضابط للعائلة الحاكمة، يعني هو انفورسر، كان يعني اللي بيذنب أو بيخل أو بينحرف من داخل العائلة، هو اللي مكلف بتأديبه. فكان يراقب كيف كان والده يتعامل مع القبائل، مع رجال الدين، مع السياسيين، مع الدبلوماسيين. هذا شكل لديه كم هائل من المعرفة حول كيف تدار الأمور داخل العائلة الحاكمة، والقوى المختلفة والمفاصل، ومين ممكن يكون ملك ومين مش ممكن يكون ملك. يعني معنى آخر، هو في من وقت مبكر أصبح جزءا من هذه المنظومة. هذا اللي شكل طفولته. لكن هو معناها إذن الصورة النمطية إنه هو بطموحه هو اللي صعد، ما بالضرورة دقيقة، معناه هو تم تهيئته بشكل أو بآخر. يعني أنت لما تجيبه في مجالس الحكم ومع القبائل والعشائر والداس الداخل المارجا، أنت معناها عملت له تدريب. هذا مذكور دي جديدة، لأنه الصورة هذا مذكور في الكتاب. ما هي الصورة النمطية الآن في الغرب إنه هو يعني طموح مندفع، و هذا موجود. هو طبعا له مواصفات، يعني هو لكل الناس اللي عرفوا محمد بن سلمان في مراحل حياته المختلفة بيذكروا فيه مواصفات
الطموح الحالم بده هو أجريسيف. يعني مثلا أكثر ناس كان معجب فيهم مين؟ اللي أسس مايكروسوفت واللي أسس الأبل بيل جيتس والثاني جوبز. ويريد أن يصبح ثريا مثلهما منذ هو صغير. يعني من الذي يقول هذا الكلام؟ أقرانه من حوله. فهو جزء منه له علاقة بطبيعته وجزء منه البيئة شكلته لا شك. يعني والبيئة هاي فيها تنافس وفيها يعني مثلا جزء من البيئة إنه هو كان بيحب يروح يجلس في البادية يقعد مثلا ليالي ويجيب أصحابه معه ويجلس هناك فهي الذي يعجبني في الكتاب أن الكاتبين كما لو كان يأخذاني مقعدا خلفيا ويسمحاني لمعارف هذه الشخصيات بتوثيقها للقارئ. وهذا بيطبقه عند الجميع لأنه كل ما بيجي عند شخصية من الشخصيات بيعمل معه نفس الشيء. لما بيجي عند حتى لما بيجي عند شو اسمه هذا اللي كان سفير في بندر لا اللي بعده وأصبح وزير خارجية جبير بحكي لنا حاجة عن خلفيته أبوه شو كان يعمل وكذا ليه لأنه كل واحد فيهم ابن بيئته. صحيح هو بلا شك التشكيل التكوين الإنسان في صغره وتعليمه فيما بعد والبيئة اللي عاش فيها تؤثر عليه. من الأشياء التي قرأتها في المقالات التي كتبت عن الكتاب أنه الملك سلمان حينما كان أميرا كان أقل أبناء عبد العزيز المهمين وهو هو من أبناء عبد العزيز المهمين طبعا ثراء وبالتالي هذا عمل كان يفصل بين التجارة والإمارة هو لم يشتغل في التجارة هذا السبب بالضبط هو كان مسؤول عن بينما إخوانه عملوا في التجارة فهذا أثر برضو على رغبة محمد بن سلمان بالثراء بشكل كبير وربما هذا ما يفسر بعض المواقف التي ذكرت مثل القصة ذكرتها عن رجلي الأعمال وممكن بعض القصص التي ذكرت عن رغبته في السيطرة على قطعة أرض وتهديد القاضي الذي رفض أن يوافق على السيد رصاصة بعدها أرسل يعني رصاصة للقاضي فبالتالي يعني وجوده أو كونه أحد ابن أحد الأمراء اللي هم أقل ثراء بس في أحداث على فكرة هاي أثرت فيه في أحداث ما لهاش علاقة بمحمد بن سلمان لكنها أثرت في المسار كله يعني مثلا إنه ما تفوزش هيلاري كلينتون ويفوز ترامب هذا ما فتح أمامه أبوابا ما كان يمكن أن تكون مفتوحة لأنه في عهد أوباما ما كان يشعرون يعني بأهميته وما كانوا ربما سيوافقونه على ما فعل لكن هو وترامب احتاجوا بعض وبعدين بيدخل محمد بن زايد على الخط محمد بن زايد له